الرقيه راه مامنه بما فيه الكفايه. انا نقول لك حي الرياض، بير قاسم، اكدال، الاحياء الرقيه، الرباط الجديد، هذا مامن 24 ساعه 24 ساعه. ما هنا بحي يعقوب المنصور ما كاينش الامان، راه غير طيح الظلمه تولي تخاف على ولادك، طيح الظلمه تولي تخاف على ولادك، وتيقول لك كاين الامن. الامن يلاه يجي لعندك انت يقول لك دير الكمامه على فمك، والمجرم اللي هز كطورزه ومحيح على عباد الله ما كيتسوقوش ليه، علاش ما نعرف. شكرا. لا لا لا، علاش الاماكن الراقيه؟ الاماكن الراقيه راه كيحميوها هما، فعلا هما كيحميوها، ولكن هنا في يعقوب منصور ما كاينش الحمايه، راه ما كاينش الامن. تعيط لهم ما يجيوك، لا تيقول لك 7 دقائق، ما كايناش ديك 7 دقائق باش كيوصلوا، والله ما كيوصلوا في 7 دقائق بالله، خصك 30 دقيقة على الأقل يوصلوا لعندك، ومن يوصلوا لعندك حتى اللي عطى الله عطاه، السيد تضرب وطرا اللي طرا. يكون تحرك، يكون تحرك أمني 24 ساعة لا 24 ساعة، هادشي اللي كنعرفوا حنايا. تحرك الأمن الجريمة راه ما يمكنلهاش تكون مع العصر، راه يمكن لها تكون لك حتى مع الفجر، تكون غادي تصلي الفجر وتلاقاو. لهذا الأمر خصو يتحرك بصفته كرجل أمن وبصفته كمؤسسة كتسهر على الأمن ديال المواطنين والوطن. راه فخصو الناس ديال الامن يشتغلوا 24 ساعه على 24، هما كيشتغلوا ماشي ما كيشتغلوش، ولكن كاين واحد نقول لك واحد التقصير من بعض الاشخاص. صافي هو خدام على اساس انه يشد الماندا ديالو يديرها في جيبو صافي، انت عاود مخك ما ساقوش فيك، ولكن كاينين وحدين اخرين اللي كيشتغلوا كيأديوا الواجب ديالهم وكيأديوا المهنه ديالهم بالضمير، والاخرين كاين. المهم في هذه المنطقه عندنا هنايا في يعقوب منصور خصوصا منطقه المحارق جيسان البيجات راه ما كاينش الامن لما كيطيح الظلمه. اخويا الامن والامان ما كاينش، لدرجه ان بنتي دابا كنوصلها غير ليكو، كنوصلها للمدرسه وكنجيبها، رغم انها كبيره ممكن تمشي لراسها على ود هذه المساله. كثرت هذاك الشيء اللي كنسمعوا، هذا الشيء اللي كنشوفوا، يعني ما كاينش الامن والامان، ما كاينش هذا الشيء كثر. لا 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 لا، كنخافوا بلا قياس. واش نقول لك، كاين بزاف الاسباب ما كتقدرش تحدد، لان قال لي من الفقر، من المخدرات، شحال من حاجه، وكتجي لديك الطبقه الهشه كيفاش يخرج منها؟ يخرج منها غير المجرمين، وخاصهم هما يديروا خدمتهم، وعاود المجتمع حتى هو ينوض يخدم. حتى ما كتعيط لهم راه ما تيجيوكش، بحال دابا كاين شي حوايج زعما وقعوا قدامي وعيطوا لهم، اتصلوا بهم الناس ما جاوهمش. واش كتحسي بالامن والامان ولا لا؟ وما بقيناش كنحسوا به على هذا الشيء اللي ولا، هاد الجرائم اللي ولات، ولينا كنخافوا على روسنا على وليداتنا، كنخليو الباب عام محلول. دابا ما تليناش نقدروا حتى نحلوا البيبان، كنا نخرجوا نتسخروا في الليل، كنا نخرجوا، دابا ما بقاش الامان، ما بقينا نخليو وليداتنا يخرجوا، ولاو بيباننا مسدودين. ايوا والله من سد ربي يدير تاويل ديال الخير. ايوا ايوا، رجال الامن خاصهم يحرسوا مزيان ويديروا على هاد الدراري اللي ولاو كتتعاطوا لهاد المخدرات وهاد الشيء باش يديروا الجرائم، خاصهم يحدوا من هاد الشيء ويحدوا من هاد الشيء ديال المخدرات. هما اللي خرجوا على الشباب، الدراري جالسين بلا خدمه بلا والو كيتعاطوا لهاد المخدرات، ما تعرفوش راسهم اش يديروا، تيوليو الله يسري ترى يرتكبوا الجرائم في اقرب المقربين ليهم. ايوا الله يعلم سيد ربي يشوف فينا ويدير تاويل ديال الخير لهاد الشيء. على حسب ما تنسمعوا ما تنشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي، تنشوفوا على ان كاينين احداث اللي هي تتخوف، ولكن انا شخصيا ما عمرني ما تلقيت الايمان ديالي بالله، وتنخرج قريه موضيه، قريه المعوذتين، قريه ايه كرسي، والحمد لله والشكر لله. ولكن على العموم راه كاين احداث، الا ما وقعت لينا حنا راه تتوقع للناس اخرى. حنا ما تنكروش على ان رجال الامن راهما قايمين بالدور ديالهم، ولكن تنتمناو يزيد واحد شويه ديال الانتباه للمواطنين، الشباب حتى هما يكون تكون فيهم روح المواطنه، وما ينتظروش من الدوله انها هي اللي دير لهم كل شيء، انهم حتى هما يقلبوا على روسهم ويخدموا، ما ينتظروش ان راه يمشيو للطرق السهله باش اكتساب القوت، السرقه والكريساج وما الى ذلك. امان بزاف، لان البلاد ديالنا البلاد الوحيد في الدول العربيه حتى بالنسبه ليا في العالم كله، وخير الدليل ديال الارهاب. حنا ديما كانت شي حاجه دغيا كيجبدوها، يعني عندنا الناس بروفيسيونيل، ومن واحد الناحيه اخرى تقدر تخرج بالليل حتى ما يقدر ياديك. كاين امان وكاين داكشي، علاش الناس لا في المغرب، كنهضر لك على المغرب، ما كنحس بالامان، ما كنحسش بالامان في الليل، كنخاف انا دابا. ما كاينش الامان، لا بالنسبه لليل ما كتخاف، ما كاينش الامان. يعني المراه مثلا كتهضر على المراه، الا خرج بالليل مثلا ورا 8 كان الظلام، كاين لو ريسك في شي مناطق بحال دابا تمارات ضروري يكون معك شي راجل، يعني والصح بكري من 6 ل 8 ما كنحسش بالامان. ومن ناحيه اخرى ديال كنهضر لك على شي ديال شي حاجه اللي سياسي ديال الارهاب، هذيك كنحس بالامان، ولكن المجرمين كثروا بزاف صراحه.
كتسم غادي مثلا في الطوبيس واحد لابس مزيان حتى كيدير لك رزقك ولا ما كيكثروا معاه دابا المشكل ديال هذاك خيز كثر الشفاره بزاف هادشي ولا كيحلع. الرساله كنوجه للرجال الامن انهم الناس اللي كيدير واحد لونكيت على الناس اللي كيخرجوا مثلا في ديك المناطق مثلا بحال البراد هاك المناطق النائيه واللي كيبانوا مثلا قبل مع ديك السبعه وقت الكريساج تما يكون الناس ويجب ويعطيهم واحد ما يعطيهم شي عقوبه صارمه ماشي شهرين ثلاث شهور اللي عطاو شهرين ثلاث شهور وتيقول صافي تيقول لي مثلا عطيني ديك الصدام انا خسر لك شهرين يمشي للوطيل فهمتيني خصهم واحد العقوبه كبيره ماشي غيدوز شهرين وغادي يخرج غادي يقول لك غير كافيه غير كافيه. كنوجه رساله بحال دابا الناس مثلا اغتصاب وسرقه ديال الاطفال وهاد الكريساج ولا شي واحد كيدير ماشي ساهل انا يعطي شهرين خصو يعطيهم فوق عامي اربع سنين المهم يزيدوا انا تيبان لي قليل ان هذاك الحكم هو كيشجعهم باش يديروا جريمه ما يعطيهم شي حاجه اللي غادي تكون واحد عبره على الناس. واحد النهار واحد السيد قال لي يعطيني فلوس قلت له علاش قال لي بغيت نشري الخبز قلت له ما عنديش قال لي شوفي انا يا اللهم الحبس ولا نبقى نقول اعطيني درهم حيت في الحبس وما كيشجعوهم اولا ما كاينش العقوبه وما كاينش داك ما كيحسوش ديك العقوبه اللي تحس براسك بحال شي وطير وديك المده قصيره هو ديما خارج داخل خارج داخل تيتعذب مزيان وياكل العصا ويتربى وباش يولي خاف. ديما المغرب فيه الامان فيه كل شيء غير شغن نقول لك كاين شحال من حاجه يعني النظام الامني مزيان حوايج اللي كيحس اللي تيخلوني نحس بالامان سيرتو في المدينه وحتى في الرباط وفي المغرب الناس انواع ولكن الغالبيه ديال الناس راه تبارك الله راه كل شيء بيناتهم الامن والامان وكل شيء. جريمه صراحه كاينه في السنوات الاخيره كاينه الجريمه كاين كل شيء يعني يزيدوا في المراقبه ويزيدوا في شحال من حاجه المجتمع خصو التوعيه بزاف خصو شحال من حاجه باش هذا ابتداء من الاسره المدرسه كاين اللي كيرجع للعامل ديال الفقر وكاين اللي كيرجع للعامل ديال بزاف ديال العوامل ديال انه الطبقه الاجتماعيه ولاو بزاف في المغرب حتى هذه الجائحه ديال كورونا كاين اللي كيتضرر بانه راه ضرر ما بقاش ما ياكل وداك الشيء صافي تيخرج باش انه باش يسترق شحال من حاجه.